kami panggil Kori dengan nomor peserta SB.306 untuk menuju mimbar tilawah. Majelis Hakim yang kami hormati, Kori dengan nomor peserta SB.306 akan membacakan surah Al-Maidah halaman 122 dimulai ayat 87 dan seterusnya. Kori dengan nomor peserta SB.306 akan membacakan surah Al-Maidah halaman 122 dimulai ayat 87 dan seterusnya. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما لا يؤاخذكم الله باللغو في
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم.